بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أعزائي طلبة الصف الأول الثانوي، إن شاء الله نحل كراسة التدريبات اللي جاية مع كتاب برافو. ما أسعفنيش الحظ إن أحل معاكم كتاب برافو من ضغط الكتب اللي بحلها. هحل معاكم كتاب التدريبات وهنزل لكم حلقات لحل الكتاب بتاع برافو إن شاء الله بعد كده متوالية، هتبقى في خلال أسبوع واحد، هنزله كله في أسبوع واحد، بحيث اللي عايز يراجع الكتاب يراجعه واللي عايز يراجع الكراسه يراجعها. نبدا على طول عشان ما نضيعش وقت، نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. في صفحه 7 بدأ لي بالقطعه الاولانيه، بيقول لك هو كلوب في النادي. منى بتقول لها تي فاو لوسي انت تذهبين الى المدرسه؟ قالت لها نعم انا اذهب الى مدرسه قاسم امين في الاسكندريه. كيلوفجي اي الاشياء يوجد في فصلك؟ قالت لها يوجد طابل منضدات كراسي تي ان اي سبوره تفاعليه. تاكلاس قالت لها فصلك اليه جروند انه كبير؟ قالت لها نعم. اليه يوجد كم من التلاميذ في الفصل؟ قالت لها يوجد 40 تلميذ. ده ساميه اللي بترد. ده كلاس في فصل ساميه اليه يوجد سنكونت 50 كرونت 40، يبقى خدنا 40 اللي هي رقم ب. لولوسي في مدرسة سامية، المدرسة بتاعت سامية تكون في الاسكندرية، هتلاقي مدرسة قاسم امين في الاسكندرية، يبقى خدنا الأولى. منى وسامية يكونوا في أنهي حتة بالظبط؟ قال لك العنوان أكتب لك أو كلوب في النادي، يبقى خدنا الأولانية. في الفصل بتاع سامية يوجد سي دي إي مركز وثائق المعلومات ولا جيمناس صالة ولا تريند سبورت ملاعب رياضية ولا دي شاس كراسي؟ قالت لها الاخراني كراسي. شوف السؤال اللي جاي. جوموبيل انا اسمي تي وانطونيو وعندي 16 سنه، انا اذهب الى مدرسه سان ميشيل. مولوسين مدرستي تكون كبيره، في مدرستي اليا يوجد 30 كلاس اي 30 فصل، 2 ملعبين رياضيين، صاله العاب، مطعم، حوش للفسحه، لكن لا يوجد كانتين جي ام. انا احب كثيرا مدرستي. يلا نحل مع بعض. تيو يكون إليف تلميذ عنده 16 سنة. ده لوسي في مدرسة تيو لا يوجد كانتي الثانية. ده لوسي في مدرسة تيو يوجد كم فصل؟ قال لك 30 فصل. أدور على رقم 30 الكترونت الأخرانية. 30 32 20 16، يبقى خدنا ترونت الأخرانية. أنطونيو يكون نوع تيو، هو الواد اسمه تيو أنطونيو، يبقى لوبير دو تي. نرى مع بعض المواقف اللي فيها اختيارية. تي دوموند أن تطلب من زميلك ماذا يوجد في فصله، هو هيقول يوجد سي دي مركز وثائق ومعلومات، يوجد 30 فصل، يوجد منضدات وكراسي أدي واحد، يوجد كربية أبابيير سلة زبالة ناخده 2 أو سلة كمان. تي دوموند أن تطلب من زميلك سون لوي مكانه المفضل في المدرسة، هو هيقول السي دي اي مركز الوثائق والمعلومات، مدرستي كبيرة، اذهب الى المدرسة على الاقدام، انا احب حوش الفسحة. طول مي زميلك تي دوموند يطلب منك ماذا يوجد في مدرستك، انت تقول مدرستي تكون رائعة، في مدرستي يوجد 30 فصل اهو، انا اذهب المدرسة الساعة 6 او 6 ايام في الاسبوع. لا عندي من صالة ألعاب وملعب رياضي، صالة ألعاب وملعب رياضي. تدمان أن تطلب من تونا مين من زميلك وصف مدرسته، وأنت تقول كيف تذهب إلى المدرسة؟ لا. كم من التلاميذ في فصلك؟ لا. أي الأشياء في مدرستك؟ كيف تكون مدرستك؟ تونا مين زميلك تدمان يطلب منك أين تذهب لكي تأخذ الغداء؟ أنت هتقول مركز الوثائق والمعلومات؟ لا. الصالون؟ لا. في أتغدى الغداء، أنا أتغدى في المنزل؟ لا. في المطعم المدرسي تنفع؟ وينفع أنا أتغدى في المنزل عشان المكتبة ما تنفعش. تي دوموند أن تطلب من زميلك ما هذا؟ من هذا؟ ده العاقل. هو هيقول إنها معلمة، إنها حقيبات الظهر، إنها ما شمر حجرتي، جاري في الحي، إنه صديقي سامي، بخدنا الاثنين الأخرانيين. تي دوموند أن تطلب من زميلك لا ديفينيسيون تعريف التي إن إيه السبورة الذكية أو السبورة الضوئية، أنت هتقول له أنت بتطلب مني بسؤال،
التي ان اي سي ايكوا ماذا خدنا الاولاني؟ انت عندك تي ان اي سبوره ذكيه في الفصل، لا التي ان اي كسكو سي ما هذا، يبقى خدنا الثالث، يبقى الاولى وسي. تي دوماند ان تطلب من زميلك لو نمبر عدد تلاميذ فصله، فانت تقول كليلو نمبر مع عدد زملائك في فصلك، كيف تذهب الى المدرسه او كيف حالك، كيف يكون فصلك، كم يكون زملائك في الفصل، كم من التلاميذ في فصلك. ادي واحد وقفنا عند اثنين، كمو كيف ما تنفعش، يبقى خدنا الاولاني، ما يكون عدد زملائك في الفصل، يبقى الاولى والاخيره. سي انه مطعم، سيلف سيرفيس مذكر، اكتب اخد ان الاولاني. يوجد هي اليا ناقص حرف الار، دور عليه يبقى خدنا الاولاني. كيير كراسات، ماذا كم من الكراسات عندك؟ اه كومبيان دو بيجي وراها اسم جمع، يبقى خدنا التاني. اه عنده امتحان فرنساوي، قال لك كي، اشمعنى خدت كي وانت مغمض؟ قال لك كي الاول كده معناها من، وبتحل محل الفاعل. من عنده امتحان فرنساوي؟ اه. طب هات اللي جاي. لا يوجد نافي، في حاله النافي بحط يا اما دي او يا دي ابوستروف. اورولوج مضروب بحرف متحرك، يبقى حط دي ابوستروف، خدنا التاني. مارتين تذهب الى السي دي اي من، مع من؟ اه مع من مارتين تذهب الى مركز الوصايا كل معلومات. انا نقط في المطعم، الجو نهايتها ايه في الفرنسيه؟ قال لك نهايتها اول اخرني. شوف السؤال اللي جاي. النوم معاه نهايه ايه في الفرنسيه؟ قال لك نهايتها اول ناس الاخرانيه، نحن نحب العلوم. مدرستي يوجد 33 فصل، لي مدرستي في مدرستي دان مون لوسي. اليا يوجد كومبيان، كومبيان بيجي وراها يا اما دي او يا دي ابوستروف، يبقى اخد دي ابوستروف اهو عشان مبدوء بحرف متحرك. يوجد في فصلك ماذا؟ اه ماذا يوجد في فصلك تاتي في بدايه السؤال، ودي ما ودي من ودي اين، ما من اين. تكون الاشياء، الاشياء جمع مذكر، اخد انا واحده في دول جمع مذكر، قال لك كل اللي نهايتها ال واس الثالثه. مدرستي تكون مدرسه مفرد مذكر، ايديال مثاليه اه مفرد مذكر من غير ما اكمل بقيه الاختيارات. يوجد ترون ملاعب، دي جمع، طب ادي مفرد، ادي مفرد، ادي مفرد في نفي كمان، يبقى ناخده دو ملعبين رياضيين. سالو بيير، اهلا يا بيير، جي الريفير، اصل للمدرسه الساعه 8، انا عندي 7 حصص يوميا، انا احب يوم الاثنين ويوم المرضي الثلاثاء، انا لو احب الاربعاء ولا ايه ولندي ويوم الاثنين. طب ما هو قايل هنا انا احب الايه، اه ده حط نقطه، انا احب يوم الاثنين واحب الثلاثاء، انا لو احب الميركوردي الاربعاء وحط نقطه. يوم الاثنين انا عندي حصتين رياضيات عشان كده بيحبها انها رائعه. يوم الثلاثاء عندي انجليزي وفرنساوي وتربيه بدنيه، انا احب كثيرا نون بروفيسور دو فرنسي، مدرس الفرنساوي وهو كمان يا حبيبي. جي في او جيمناس، انا اذهب الى صاله الالعاب مع ساندرا وسيسيليا، ده زي اللي بتقول، اتغدى في المطعم الساعه 1. تعال نشوف الاختيارات. زوي تصل الى المدرسه الساعه 7، الساعه 8 بتقول له انا اصل المدرسه الساعه 8، يبقى خدنا 8. زيو بتكره أن يوم في ايام الاسبوع؟ قال لك الميركورو دي الاربعاء. لولندي يوم الاثنين، زيوي عندها حصتين، تعال ندور على يوم الاثنين. لولندي انا عندي حصتين رياضيات، ادور على كلمه رياضيات، خدنا الاولاني. زيو بتتغدى في السيلف في المطعم الاخراني. نقرا القطعه اللي جايه. جومابيل انا اسمي كاميليا، عندي 16 سنه، انا اكون تلميذه في مدرسه لابي السلام. جي في او لوسي اذهب الى المدرسه طول جو كل الايام سوف ما عدا السبت والحد. انا اكره يوم الاثنين كار، لان انا ابدا الحصص الساعه 8 وانهي الساعه 2 بعد الظهر، يعني الساعه 14. جي انا عندي 7 حصص كور، 7 حصص دو فرنسي، 7 حصص فرنساوي وكيمياء وانجليزي تربيه بدنيه وجغرافيا وحصتين رياضيات. في الظهيره أنا بتغدى في المطعم مع زميلاتي.
كاميليا عندها ليس عندها حصص يوم الجمعه ولا الاثنين ولا الثلاثاء ولا الحد، قالت لكم ما عدا السبت والحد ما عندهاش مدرسه. كاميليا بتتغدى في المنزل ولا في النادي ولا في المدرسه ولا في الريستورون؟ في الريستورون. قال لك لا ده في اللوسيه، تتغدى في السيلف في اللوسيه. يوم الاثنين كاميليا عندها حصتين، عندها حصتين رياضيات، ادور على الرياضيات خدنا الاولانيه. يوم الاثنين كاميليا تنهي يومها الدراسي الساعة 12، الساعة 8، الساعة 14، الساعة 14 2 بعد الظهر. تونا مي زميلك تيديموند يطلب منك تنجور يومك المفضل أن تقوم. الجمعة يكون يوم إنه الجمعة، إنه الجمعة. أنا لا أحب يوم الخميس، عايز المفضل، أنا أفضل الجمعة، يبقى خدنا رقم ب. كاتب لك انه انا احب كثيرا يوم الاثنين، طب ما انه الجمعه لا، ايه اللي الاختلاف اللي فيه؟ ده هو هنا، يبقى انه الجمعه دي الاختلاف ان احنا خدنا ديت سي انه الجمعه، وهنا مع الضمير ايه اللي يبقى دي غلط، يبقى الاختيار الصح الاخرانيه لازم اقرا الاربع مواقع. تو دوموند ان تطلب من زميلك سوماتير مادته المفضله، هو هيقول انها التربيه الوطنيه، انها ريكريسيون الفسحة، لو فرنسي الفرنساوي، وبعد كده هيكل عظم، وبعد كده الخميس. قربته من خمسة، خدنا الاختيارين الصح اللي هي ورقم دي او او. توم فرير اخوك تي دوموند يطلب منك كلير في اي ساعة تجر من يومك المدرسي يبدأ، انت هتقول له اليوم المدرسي مؤنث، انه يبدأ في الثامنة، اول حصة تبدأ الساعة 8، خدنا الاثنين تحت بعض. تي دوموند ان تطلب من زميلك سماتير مادته المفضلة انت تقول، يبقى سؤال كيسك تون ايم ماذا، تون مي صديقك يفضل، لا مادتك المفضلة انها ماذا، ماشي، كم من المواد، لا انا عندي، لا اي مادة تحب، تي دوموند تطلب من زميلك عفوا عدد الحصص يوم الخميس، انت تقول ما يكون عدد التلاميذ في الفصل، لا اين تذهب الخميس، لا ما يكون عدد حصصك يوم الخميس، ماذا انت تفعل يوم الخميس، لا كم من الحصص، خدنا الاخرانيه برضو تم. تي اكسبريمي انت تعبر عن ميولك، انت تقول الكيمياء تكون ماده مدرسيه، لا صديقي، لا هي، لا خد الاثنين الاخرانيين، انا اكره الرسم والرسم انه هوايتي. تي بار لان تتكلم عن جدول مواعيدك، انت تقول عندي ست حصص يوميا، انا احب حصه الرسم، لا انا احب حصه الفرنساوي، لا الجمعه ليس عندي حصص، تنفع انا ليس عندي حصص يوم الجمعه، ده هو، يبقى خدنا رقم او. توم فرير اخوك تي دوموند يطلب منك الساعه، هو يقول انت تصل المدرسه في اي ساعه، لا كليري ليه ما الساعه دي واحد، في أي ساعة تصل المدرسة، لا أنا أصل إلى المنزل الساعة 14، لا تي كلير تي إليه أنت عندك ساعة وما الساعة، يبقى خدنا الاثنين تحت بعض. مدرس مذكر أخد كل الأولانية، الجملة رقم اثنين، إنه معاها إيه؟ نحن نقط حصة عربي كل يوم، نحن نكون، نحن نملك، نحن عندنا، يبقى خدنا أفون. جيم انا احب الفرنساوي، كل اللغات مذكر، رايح دماغك، طالما فرنساوي انجليزي الماني عربي ايطالي اسباني كله مذكر، يبقى اخد ال. كليري ليه ما الساعة، يبقى اخد ال الاولاني، تعبير على بعض اسمه ما الساعة، ما تكون الساعة. الموسيقى جمع مؤنث، اكتب عليه، اخد انا واحدة في دول جمع مؤنث، قال لك الاخراني. ام دي الظهيرة، يبقى ال، اشمعنى عشان الظهيرة مذكر، يبقى ام دي. اليا يوجد صالة العاب، اليا ناقصها ايه؟ ناقصها حرف الا، ادور عليه اخده، اليا يوجد تعبير على بعض. افير اشياء جمع مؤنث، اخد انا واحدة في دول جمع مؤنث، قال لك كل التالتة، تعال ندور مع بعض. اون ايجيبت في مصر الاسبوع، الاسبوع مؤنث، اخد انا واحدة في دول، قال لك لاس ومن الاولاني.
إليه دو إير ناسا الرابعة أو الثانية والربع. إيه كارت؟ يبقى أخد إيه بس؟ إليه ويت إير ناسا الثامنة. أنا إيه؟ قال لك أحط فيرب أتر. يبقى خدنا هو الستي. إليه يوجد 7 ساعات أو 7 أيام أسبوعياً. أو ما يجيش وراها ده. أن ما يجيش وراها ده. دو معناها من أو عن، أخد ضن يعني في الأسبوع. يبقى خدنا ضن الأخراني. جينوات لايديكسيون التربية السيفيك الوطنية. الجو معاها نهاية إيه في الفرنسية؟ قال لك معاها نهاية أول أخراني. جادو أنا عشق. لو سموديس السبت أنا عندي حصص عربي. كلمة كور حصة عكس العربي. حصة مذكر. أخد أن الأولاني. معلش هكتفي معاكم بهذا القدر. احنا حللنا لحد صفحة 16. ارهقت جدا والله في التصوير في الصيام. كذا فيديو عامل النهاردة. ان شاء الله كل يوم هديكم شوية بشوية. هنخلص الكتاب ده في خلال 3 أو 4 أيام باذنك يا رب، او اسبوع بالكتير. ان ربنا ييسر الحال. ما تنساش دعمك لينا وتعليق كويس، واستفاد على قد ما تقدر، وحاول تنقل الملحوظات اللي بقولها. اشوفكم بخير يا رب. اذا كان في العمر بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.